أعزائي المشاهدين، أسعدتم مساء، أهلا ومرحبا بكم، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بوضوح. حلقتنا لهذه الليلة أعتقد أن تهم شريحة كبيرة جدا من المشاهدين الكرام، من التجار في العقار وأيضا من أفراد المجتمع الذين يترقبون حيث ما هو إنعكاس فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وفي واقع الأمر يعني عندما صدرت اللائحة في رمضان، شهر رمضان المبارك الماضي، أثارت الكثير من الجدل المجتمع. هناك من قال بأن ذلك سيؤثر سلبا حقيقة من مجال العقاريين طبعا على أسعار العقارات، وبالتالي هناك مستفيد وهو المستهلك النهائي لهذه العقارات. هناك من قال أنه هذا سيعزز إن شاء الله من وفرة والأراضي بإذن الله في المرحلة القادمة. هناك من تعامل قد يكون بعض الشدة، ولكن هذا أراء الناس، بأنه نوع من الجباية لتعزيز إيرادات وزارة الإسكان، كون أنه هذه المبالغ ستورد بالنهاية وتنفق على البنى التحتية والتي تعودنا في الماضي قبل عدة سنوات بأن الدولة حفظ الله هي التي تقوم بهذا. إذن كل هذه المواضيع والجدل حول هذه المواضيع يعني باسم قناة السعودية وباسمكم حقيقة يشرفني بضيفي الكريم في السلسة المهندس محمد المديهيم المشرف العام على نظام رسوم الأراضي. مرحبا بك سعادة المهندس. سعادة طلع، كل سنة معنا. شكرا جزيلا، ونشكر التلفزيون السعودي على المبادرة الطيبة بدعوتنا لتوضيح بعض المواضيع المتعلقة بأحد أهم المشاريع للشارع السعودي. بس أوعدنا تكون وسيع صدر معنا اليوم، عندنا كثير من المواضيع. قبل أن نبدأ نقاشنا في هذا الموضوع هذه الليلة، فريق البرنامج أعد تقرير مختصر عن النظام واللائحة التنفيذية، نشاهد تقرير سويا ونعاود نقاشنا في هذا الموضوع الهام، ابقوا معنا. يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ولتحقيق تلك الأهداف يفرض البرنامج رسما سنويا على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض. هذا وستقوم وزارة الإسكان باستخدام إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات. ولكن وعلى الرغم من تلك الأهداف النبيلة والسامية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، إلى أن النظام ولائحته التنفيذية وتطبيقه من الناحية العملية يتوقع له أن يواجه العديد من التحديات، التي من بينها على سبيل المثال سرعة وإمكانية سد الفجوة المتمثلة في الحاجة إلى الأراضي البيضاء بطريقة متدرجة لا تضر بسوق العقار والمستثمرين، وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي. ولكن وعلى الرغم من تلك التحديات والصعوبات التي قد تواجه تطبيق النظام، إلى أن الأمل لا يزال معقودا على نجاح جميع الجهود الرامية على توفير المسكن المناسب للمواطن بالسعر المناسب، لا سيما وأن نسبة العظمى من قيمة المبنى تتمثل في قيمة وكلفة الأرض، وبالتالي فأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء قد يسهم بفعالية في زيادة المعروض من الأراضي بأسعار مناسبة نتيجة لفك الاحتكار والقضاء على ظاهرة تعطيل استخدام الأراضي البيضاء الاستخدام الأمثل. بوضوح سنتعرف مساء الليلة على نظام رسوم الأراضي ومدى مساهمة هذا النظام في حل مشكلة ندرة توفر الأراضي في المملكة بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين الراغبين في الشراء والبناء. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى، وكما قلت حديثي هذه الليلة عن رسوم فرض رسوم على الأراضي البيضاء والبيضاء والانعكاس ذلك حقيقة على سواء كان على أسعار الأراضي أو الوفرة من المعروض من هذه الأراضي. وكما قلت أن هناك جدل مجتمعي حول هذا الأمر، إذا أرحب بك مهندس محمد المديهيم. سيدي، بوضوح هناك جدل مجتمعي كبير حول هذا الموضوع، وكما قلت في بداية يعني ألمح التقرير بأنه البعض نظر إلى أنها جباية يعني
وزارة الإسكان وتعزيز الإيرادات، وبالتالي إنفاق على البنى التحتية ولم نتعود على ذلك في عدة سنوات. حقيقة هناك من ذكر بأن هذا يعني ليخفف من حدة الأسعار واحتكار الأراضي، وهناك من قال بأن زيادة الماء. إذا اختلفت حقيقة جدل مجتمعي فكرة إنشاء مثل هذا المشروع. طبعا برنامج النظام فرض رسوم الأراضي البيضاء مر بعدة جهات، منها مجلس الشورى، هيئة كبار العلماء بإشراف مباشر، مجلس التنمية والاقتصاد، ومجلس الوزراء. صدر النظام في شهر صفر بمرسوم ملكي وقرار وزاري، وكلفت وزارة الإسكان بإعداد اللائحة بالتنسيق مع الجهات الأخرى. النظام وضح بشكل صريح أهدافه، وهي ما ذكرها التقرير، وهي زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يوافق بين الطلب والعرض، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومنع الاحتكار أو ما يسمى الاكتناس. لننظر للهدف الأول. يوجد لدينا مشكلة في الطلب والعرض. المعروض محدد لفئة معينة من ذوي الدخل، فمعظم الموجود في السوق حاليا لا يخدم جميع فئات المجتمع. فزيادة المعروض من الأراضي المطورة سيخدم بتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع فئات المجتمع. فهذا الهدف الأول. الهدف الثاني أن تكون الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، بحيث تكون ملائمة أيضا لجميع فئات المجتمع. أخيرا منع الاكتناز، وهو إبقاء الأراضي تحت أيادي أصحابها بدون تصرف فيها بداخل الكتل العمرانية، حيث كل الخدمات والمرافق متوفرة. حقيقة يعني ما قلت جميل، لكن حقيقة البعض يقول إنه الاكتناز وغير الاكتناز هذا أمر شخصي، لا يحق لوزارة الإسكان أو غيرها أن تتدخل في هذا الأمر. هذه جزئية. الجزئية عندما ذكرت بسعر مناسب، هذا يعني ضمنيا بأن ذلك سينعكس سلبا على الأسعار وستهبط الأسعار. كيف ممكن تفسر ما هو أولا السعر المناسب؟ وهذا يعني ضمنيا بأن اليوم أسعار الأراضي بوضوح خلينا نكون إنها مرتفعة ومبالغ فيها، وبالدرجة التي لا يستطيع المواطن أن يمتلكها حقيقة. حاليا نتكلم عن اليوم. نعم اليوم الأسعار مبالغ فيها. بالنسبة لكلمة السعر المناسب، هو السعر الذي يعطي معظم فئة المجتمع القدرة الشرائية لشراء الأراضي. صحيح. بالنسبة لموضوع الاكتناز، وهو أمر شخصي صحيح، لصاحب الأرض الحق بامتلاك أرضه، ولكن سميت رسوم لأنها رسوم تفرض على الخدمات والمرافق الواصل للأرض. أرضك الآن في منتصف الكتل العمرانية غير مستخدمة، وتمر فيها الخدمات والمرافق مثل شبكات المياه وشبكات الكهرباء بدون أي استخدام. فالفرض من الرسم لك، يحق لك عدم تطويرها، يحق لك الاحتفاظ فيها، حق مكتسب لك، ولكن تدفع للدولة رسوم مقابل هذه الخدمات والمرافق التي لم تستغل. هذه الرسوم ستستخدم لمشاريع الإسكان وإيصال الخدمات والمرافق، بحيث أن إيجاد أماكن جديدة في المدن فيها خدمات ومرافق لإعطائها وتكون متوفرة للمواطنين. طيب عندما نقول سعر مناسب، ما هو سعر مناسب؟ السعر المناسب هو يعني قد أنت ترى مناسب بوزارة الإسكان، أنا لا أرى مناسب، والعكس صحيح. صحيح. السعر المناسب في الاقتصاد هو قدرة معظم المواطنين، أو حصول قدرة معظم المواطنين على القوة الشرائية لشراء المنتج. طبعا تختلف المنتجات، البعض يريد المنتج الغالي والبعض يريد المنتج الرخيص. فالسعر المناسب ليس شيء محدد، ليس رقم، هو إيجاد القدرة الشرائية للمواطنين للشراء. وعادة الوزارة، وهذه واقع، لا نتدخل في الأسعار، نحن نتدخل في إيجاد حلول لجميع فئات المجتمع. طيب هذا عندما تقول أنت لا تدخل في الأسعار، لكن آلية العرض والطلب عندما قلت، وهذا صحيح أنه نحن تحت اقتصاد حر وبيئة مالية حرة، عندما تقول سعر مناسب قد هذا ينعكس نوعا ما على يعني اللي حاصل اليوم. أنا قرأت تقرير حقيقة اليوم بالتحديد في أحد الصحفيين، معظم الناس الآن موقف، يعني ما هو بيشتري، يبغى يشوف ما هو التوقعات والأسعار. هل هذا منطق أن أنا أوقف شراء وبيع وكذا وترقب؟ قد لا تكون الرسوم هي السبب الوحيد لتوقف الناس عن الشراء. قد تكون مشاكل سيولة، قد يكون بعض المواطنين ينتظرون الآثار المترتبة على الرسوم وغيرها من البرامج. فهي ليست الرسوم فقط المسبب لإيقاف السوق حاليا. طيب لماذا قبل، أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة، قبل 1428 لم يكن هناك رسوم وكانت الأمور ماشية، اليوم جاءت هذه الرسوم، ما هو التغيير في الحقبة الزمنية بين ذلك التغيير؟ طبعا
مسبقا كانت الدولة حفظها الله تقوم بتطوير الأراضي. صحيح. في الفترة قبل عدة سنوات تغير النظام وصار المطور هو المسؤول عن تطوير أراضي. مزبوط. قد تكون هناك مشاكل وتأخير على المطور لتطوير الأراضي مما جعلت المطورين يبتعدون عن مجال التطوير. لأنه مكلف بالنسبة لي. مكلف من ناحية المادة والوقت. نعم صحيح. بعض المطورين يشتكي من أن المخططات تأخذ سنتين ثلاث سنوات، وبعضهم يشتكي أنها تكلف، وزيادة طبعا لما يزيد التطوير يزيد كلفة المواد البناء مزبوط. وغيرها مزبوط. فالذي كان يخطط التطوير مثلا بعشر ريال في قبل عشر سنوات صارت تكلفة 60 ريال. صحيح. فتغيرت خططه التمويلية. صحيح. نحن في وزارة الإسكان نعي هذه المشاكل لكن حلتوها بالنظام الجديد. نعم. الذي مركز إتمام. مركز إتمام. مركز إتمام. نعم. بالتعاون مع جميع الجهات سواء مدد معينة مدد. نعم صحيح. لا تتجاوز عدة أشهر بسيطة. صحيح. حوالي 120 يوم. نعم 120 يوم. صحيح. بحيث أن المطور يجد جميع المرافق أو جميع الجهات الخدمية التي تساعد على استخراج المخطط النهائي في مركز واحد. جميل. سيدتي هل تشرح لنا النظام؟ لأنه ما نعرف نوع الأرض المطورة غير مطورة خارج النطاق العمراني يعني. طبعا النظام سأعطيكم أول شيء البرنامج الزمني. ممتاز. بمجرد الإعلان عن مدينة وهو ما تم على الرياض وجدة وحاضرة الدمام في 10 من رمضان يعطى أصحاب الأراضي بحسب النظام 6 أشهر لتسجيل أراضيهم. فأصحاب الأراضي هم الملزمين بالتسجيل. يسجلها في الموقع الإلكتروني. موقع الإلكتروني. تنتهي فترة التسجيل في 13/3 من العام المقبل، العام الهجري المقبل. بعدها تصدر القرارات أو ما يسمى باللغة العامية الفواتير. عند صدور القرارات لصاحب الأرض سنة للسداد. هو مجرد صدور القرار ووصول القرار له عن طريق الرسالة رسمية يعتبر صاحب الأرض ملزم بسداد الرسم، إلا في حالة أنه في حالة تطوير الأرض بما يتناسب مع الشروط في اللائحة خلال هذه الفترة فيعفى من الرسم. إذا كان هو شغال ومطور يعفى من الرسم إذا انتهى في المرحلة الأولى. نعم في المرحلة الأولى مثلا طلعت هي الأراضي غير المطورة بمساحة 10,000 متر فما فوق. الأراضي غير المطورة لها ثلاثة تقسيمات. الأراضي الخام. الأراضي التي إيش مقصود خام؟ الخام التي ليس فيها أي تطوير. تمام. يجب على المطور أن يطورها. تمام. التقسيم الثاني اللي هو الأراضي التي تحت التطوير ولم يتم انتهاء منها. التقسيم الثالث هو الأراضي التي تم تطويرها ولكن لم يتم استخراج المخطط النهائي المعتمد من الأمانة. فالذي يفصل بين المرحلة الأولى الأراضي غير مطورة والأراضي المطورة هو هذه الشهادة، شهادة الاعتماد النهائي من الأمانة. أوكي. المرحلة وهذه فيها مدة زمنية لكل تطبيق أو نعم تطبق دفعة واحدة؟ لا هو نبدأ بالمرحلة الأولى. إحنا في الثلاث مدن هذه بدأنا بالمرحلة الأولى. ممتاز. بعد 18 شهر سنرى حاجة كل مدينة بحد ذاتها إلى الانتقال للمرحلة الثانية. ممتاز. قد تحتاج الرياض للمرحلة الثانية، الدمام نتجه للمرحلة الثالثة. ممتاز. فللوزير الحق في الانتقال للمراحل بحسب حاجة المدينة. ممتاز. المرحلة الثانية هي 10,000 متر في مخطط مطور لمالك واحد. تمام. المرحلة الثالثة هي 5,000 متر لمالك واحد في مخطط واحد. المرحلة الرابعة اللي هي 10,000 متر لمالك واحد في مدينة واحدة. في مدينة واحدة، لكن ما يمكن يجمع بين أكثر من مخطط. المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة تعني أنك قد تتملك قطع أراضي في مختلف أجزاء المدينة. فإذا كان مجموع هذه الأراضي 10,000 يفرض عليك الرسم. بس هل تعتقد من العدل حقيقة وبوضوح أنه أرض خام تفرض على نفس النسبة تفرضها على مطورة ونصف مطورة؟ هو يعني هل عدل؟ استاذ طلعت الرقم يختلف. كان الجميع يعتقد أنه سيكون ما يسمى الفلات ريت، رقم ثابت. أوكي. حيث أنه مثلا يقال 100 ريال على المتر. أوكي. نظام الرسوم حدد أنه ستقيم كل أرض بحد ذاتها. وبالتالي يأخذ نسبة 2.5% من قيمة تلك الأرض. فالخام غير المطور ونصه. طبعا الاختلاف بين الخام والمطور عند تحويل الخام إلى مطور يؤخذ 40-33% منه كمرافق وخدمات. تمام. فتقل أيضا مساحته. رغم أن قيمته أعلى لكن مساحته تقل. أوكي. طيب الآن عندنا مشكلة، هل لدينا قدرة تقييمية إن صح التعبير؟ أنا قد أتفق واختلف معك أنه هذه الأرض يسوى كذا وكذا. طبعا عندنا هيئة تقييم ممتاز، هل عندنا القدرة التقييمية لهذا الزخم؟ طبعا
بما أنك ذكرت الهيئة، الهيئة السعودية المقيمين المعتمدين هي الجهة المرخصة الوحيدة في الدولة بمرسوم ملكي للقيام بعمل التقييم، ومنها التقييم العقاري. صحيح. والهيئة تقوم بتأهيل الكفاءات السعودية سواء كانت مكاتب أو أفراد للقيام بعملية التقييم. لصاحب الأرض الحق للاعتراض، حدد النظام أن لكل صاحب الأرض حق بالاعتراض خلال 60 يوم من استلام القرار أو الفاتورة، وللوزارة أن تقوم على الرد خلال 60 يوم. إذا لم يتم الرد على القرار يعتبر الاعتراض مرفوض. أوكي. نحن نعدكم إن شاء الله ونعد أصحاب الأراضي أن سيتم الرد على جميع الاعتراضات، بحيث أن إذا حتى لو رفضنا الاعتراض من حق صاحب الأرض أن يعرف لماذا رفض اعتراضه. نعم، حكاية الاثنين ونص هذه عملت مشكلة حقيقة. البعض فسرها بأنها زكاة، حتى قرأت لبعض الآراء من العلماء قال لك والله هذه زكاة، والبعض قال لك خلاص أنا حدفع هذه للدولة معناته أنا لوزارة الإسكان أنا ما حدفع زكاتي، وهذا قد يؤثر على جباية الزكاة باعتبار 2.5 الرقم هو 2.5 موحد. طبعا 2.5% وضعت مجلس الشورى لما وضع النظام. لنفرق طبعا ناس رجل الفقه، لكن بعطيك الفكرة بين الاختلاف بين الزكاة والرسم. الرسم يفرض على خدمة تقدم للأرض، وهي وجودها ضمن الكتل العمرانية، وصول الخدمات والمرافق إليها، الشوارع، المياه وغيرها. الزكاة لها حكم فقهي واضح، لها ناس تجب لهم الزكاة، فهي تختلف عن الرسوم. نعم، ممتاز. طيب خلينا ندخل في بعض التعقيدات. يعني بعض الأراضي تكون بهذه الحدود لكن فيها ورثة وفيها تعقيدات وفيها قصر وفيها ورثة غير كان من مكتمل الأهلية لمرض ما يعني كذا، أو أنه مثلا مشكلة تمويل، أنا والله ودي أني كذا وكذا لكن عندي عقبات في التمويل، عندي عقبات في كذا، كيف الوزارة حتتصرف معها؟ بالنسبة للاستثناءات، نعم، اللائحة حددت 4 استثناءات. نعم. أولا أن تخرج الأرض من تعريف أو حكم الأرض البيضاء. تمام. الثاني هو أن يكون هناك مانع نظامي يمنع صاحب كيف الأرض. كيف تخرج من حكم الأرض البيضاء؟ يعني يقام عليها مبنى، تقام عليها تطويرها ويقام عليها مبنى. أوكي. هذه حتكون معفاة. تعرف إيه؟ لأن إذا انتهى من تطويرها وجاب المخطط النهائي المعتمد أو أقام عليها مبنى وشهادة إتمام بناء يعفى خلاص، استثنى لأن خرجت من الأرض البيضاء. تمام. شيء آخر أن يتم وضع اليد عليها سواء مؤقتا أو دائما، لأن خلاص ليست في حكمه. الشيء الثاني انا بدي اشاكسك شويه معلش، تفضل. طيب انت تقول عليها مبنى، انا ممكن اسوي لك اي مبنى كده بكم بلوك واقول لك يا خلاص انا اعمرت الارض وبنيتها، هل انت عندك معايير تقول يا اخترعت؟ لا تعال. التطوير طبعا هذه تدخل في المرحله الثانيه الى الرابعه. طيب. المبنى هو اتمام بناء بما يتناسب مع طبيعه الارض او عفوا وصف الارض مع شهادة الإتمام. أوكي. التسوير، الاستراحة لا تعفي من الرسوم. لا تعفى. لأن التسوير لا يدخل في حكم التنمية العمرانية. لا أنا ما أقول تسوير، أنا أقول أبنيك مبنى على كيف، ما تقدر تقول والله هذا مو عاجبني، هذا بدي أخذ منك رأي بس في ترفع الخط من فترة. مع سعادة المهندس محمد الخليل المستثمر العقاري المعروف وطبعا العضو السابق بغرفة الرياض في دورتها الماضية. مهندس محمد كيف الحال؟ الله يحييك. يعني أنت قرأت وأكيد متابع الرسوم الأراضي، كيف نظرتك وتقييمك لهذا الموضوع؟ تفضل. خلت كرنت سمعتها. طب نرجع لك شوية، يمكن في خلل في الصوت، بنرجع لك بعد شوية مهندس محمد. طيب شكرا. تفضل. طيب. يعني زي ما قلنا إنه هل في معايير معينة تقول لا، لأنه تعرف يعني بدي أقول لك إنه في طرق لا أخالف القانون ولكن أخالف كما يكون روح القانون. أنا عملت لك المبنى وطورت لك وحطت، هل هذا يكفي؟ حنا طبعا جلسنا مع الأمانات وكان طبعا حكم البناء وشهادة من البناء تأتي من الأمانة. ذكروا الأمانة أن مدام الشخص صاحب الأرض أرضه في مخطط نظامي بحيث أن الدولة أخذت الشوارع والخدمات وبنى مبنى نظامي كمنزل أو فيلا أو قصر وأعطي شهادة من بناء فهو يعتبر أحيا الأرض. فبالنسبة لنا بالنسبة للأراضي المطورة شهادة إتمام البناء هي الفاصل، ليس البدء في البناء، إنما أوكي. الانتهاء واستخراج واستصدار شهادة إتمام البناء. أوكي. مدام الشهادة يعني أخذ كل الأشياء القانونية النظامية صحيح التي أهله بأنه هو يبني مبنى سليم، يبني بيت أو منزل أو وليس استراحة وليس استراحة، لأن عندك استراحة في فرق شهادات تسوير
أو رخص تصوير عند مرخص بناء. أوكي. إحنا ننظر للبناء ليس التصوير. يعني التصوير لا يدخل في هذا الموضوع. نعم. ولا الاستراحات. ولا الاستراحات. إذن مبنى عادي، مبنى بيت أو كذا أو. طبعا الاستراحات إذا كانت في أراضي استراحات يختلف، لكن نتكلم عن الأراضي السكنية لا يجب أن يكون مبنى. طيب أكيد أنتم لما سويتوا هذا النظام مجلس الشورى درسوا الموقر وكذا وكذا وطلعنا بهالنظام، أبغاك تقول لي أخطلع تشوف نحن عندنا التارجت ديت أو الهدف بعد 5 سنوات حيتوفر عندي ما أدري كم مليون من أمتار الأراضي وهكذا، هل عندنا هذه الإحصائية؟ طبعا عندنا احنا في وزارة الإسكان معيار نهدف له. أوكي. وهو أن تقل نسب الأراضي غير المطورة داخل الكتل العمرانية للمدن بنسبة 70%، الكتل العمرانية وليس النطاق العمراني. أوكي. هناك اختلاف، أن الكتل العمرانية في الرياض توازي 1500 كيلومتر مربع، بينما النطاق العمراني مدينة الرياض يوازي 3100 كيلومتر مربع. أوكي. فحنا هدفنا أن الأراضي بداخل النطاق الكتل العمرانية تقل بنسبة 70%. أوكي. في كم سنة؟ في كم سنة؟ في 5 سنوات. 5 سنوات. نعم. 5 سنوات. طيب عفوا التليفون مرة أخرى. المهندس محمد الخليل مرحبا مرة أخرى. حياك الله. هلا. يا هلا. يعني تقييمك لفرض الرسوم، آرائك في التحسين في التطوير، كيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للرسوم طبعا الجميع مرحب في الهدف من الرسوم اللي هو تحفيز القطاع لتطوير الإسكاني، وهذا اللي جميع متفائل فيه ومتحمس فيه إن شاء الله. نعمل أن الأحة التنظيمية والآلية العمل تواكب هذا الهدف. تمام. إحنا كان بس عندنا بعض المطورين، عدد كبير من المطورين كان لديهم ملاحظات، لأن الوزارة أعلنت أن مساحة الأراضي على سبيل المثال في الرياض التي قابلة للخضوع الرسوم عليها هي 90 مليون متر مربع، وذكرت في اللائحة التنفيذية التنظيمية للرسوم أن يجب تطوير هذه الأراضي خلال 6 أشهر. طبعا هذا يعني أن يجب أن تعتمد هذه الأراضي حتى لا تفرض عليك الرسوم، يجب أن تنهي جميع المتطلبات توصيل جميع الخدمات خلال 1.5 سنة بما فيها اعتماد المخططات. صحيح. طبعا هذا يعني ان اعتماد المخطط يجب ان يكون خلال 2-3 شهر زي ما مثل ما ذكرت الوزاره في مركز اتمام. احنا نقول اذا الامور ان شاء الله تماما وكل الامور سلسه، هل امانه مدينه الرياض لديها قدرات لاعتماد 90 مليون متر مربع خلال فتره بسيطه؟ انا اعتقد هذا الشيء الثاني. طيب. هل مهندس محمد وسط فكرتك الله يحفظك، تعليقك يعني، وهذا منطقي انه هل قدره وزاره البلديه وتم التنسيق انها توفر طبعا الامانه او وزاره الشؤون البلديه والقرويه ممثله بالامانات هي جزء مشارك في مركز اتمام. لما عملنا ورشه العمل في الغرفه التجاريه بالرياض تفاجأنا أن المطورين لم يذهبوا لزيارة المركز. نحن ندعو جميع المطورين تعالوا زوروا المركز وقدموا أوراقكم واختبرونا. إيه بس مركزكم الموقر هل للكباستي أو الاستيعاب؟ لأن الناس أنا خايف أنها تندفع الآن وكله يبغى يبني وكله يبغى كذا. حياهم الله. أنا أتكلم بالنيابة عن مدير المركز وقول حياهم الله جميعا. ترى أنا عندي مشكلة اقتصادية باعتبار أن اقتصادي، أنه أنا خايف أن الناس كلها تبغى تبني تتخلص من الرسوم وتبني مشاريع ممتاز، ولكن قد يخلق لي طاقة استيعابية وأشياء أنا محتاجها ويضرب الاقتصاد. لا أستاذ طلعت، حنا لما وضعنا النطاق الجغرافي المستهدف لم نضعه من فراغ. أوكي. أولا ركزنا على الكتل العمرانية، ثانيا عملنا دراسات استشارية اقتصادية لجميع المدن الكبرى. أوكي. حددنا حاجة مدينة الرياض من السكن المطلوب. أوكي. لفترة 10 سنوات قادمة لين 2026. أوكي. حاليا نستهدف في المرحلة الأولى حاجة الرياض إلى عام 2021. أوكي. إذن عملية مدروسة. نعم. نعم. طبعا النطاق الجغرافي المستهدف حطينا عليه نسبة بسيطة عن المساحات المفروضة بسبب أن بعض الأراضي سيكون فيها مشاكل، بعض الأراضي سيدفع أصحابها رسوم ولين يطوروها. صحيح. فبالتالي أنت هدفك أنك تغطي هذه النسبة من الطلب في استهداف الأراضي. طيب السؤال يمكن الأخير أنه على وشك أختم، كيف تتعاملوا مع حالات وارد أنه الاحتيال أو التهاون أو التقاعس، كيف تقدر تراقب؟ طب حنا إن شاء الله خلال يعني أنا عندي 10,000 هذا أروح أقسمها، تقول لي لا أقسمها إلى المهم اني ما ادفع. بالنسبه للتقسيم نوضح شيء واحد استطلعت، لا يمكن تقسيم الارض الخام الا بعد تطويرها،
فأنت الآن نقلت الأرض من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية وأهديت الدولة 40% أو 33% اللي هي شوارع وخدمات، فأنت الآن صرفت من حر مالك لتقسيم الأرض، لا يمكن تقسيم الأرض الخام، يجب لا يمكن، يجب تطويرها. فأنت الآن زمان ممكن أول قبل والله أول طبعا أنا قد أكون صغير بالسن شوي، لكن اللي أعرفه أنه كبير في القدر الله يسلمك. سابقا كان التقسيمات او المطلوب في تقسيم الاراضي او لتخطيطها تبتير الارض وايجاد اطوالها على ما اعتقد. فالوضع الماضي يختلف عن الان. فلا يمكن تقسيم الارض الا بعد تطويرها. لا يمكن فرز السكوك الصك الى السكوك الا بعد تطويرها. طيب ايش حتسوي في الاراضي اللي عليها تعديات وعليها مشاكل في السكوك وهي 10,000 وزود؟ طيب احنا طال عمرك نتعامل بوثيقه ملكيه الارض. أوكي. وهذا الشيء احد الاشياء المطلوبه في الموقع الالكتروني. جميل. لا نتعامل بتعديات. لو جاني شخص وشخص اخر على نفس الارض. جميل. انا اتعامل مع صك سيد الوقت داهمني والحديث معك لا يمل، لكن تعدنا ان شاء الله بحلقه اطول من كذا. والمهندس محمد المديهيم المشرف العام على رسوم الاراضي، يعني كما وضحت الصور ان العمليه ليست جبايه كما يعتقد البعض وليست اضرار بالسوق ومقدرات السوق، انما الاراضي وفر من الأراضي بأسعار مناسبة ولم تتدخل وزارة في الأسعار. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.